بعدين ما تاخدني انا مثل قدامك اهو، من ساعه ما نعمت مراتي من 6 سنين ماتت الله يرحمها وانا ماسك نفسي، لا لمست ست ولا شفت ست. يا رشدي يا رشدي، سبتني ورحت فين؟ الا الست دي يا ابني اللذينة. احنا كده معلم شكلنا هنخسر بعض بسببها. تجننت يا دي؟ انت دي مرات ابوك. ابويا الله يلعنك. اخرس. نهلة اطلعي على طول دلوقتي يا حبيبتي وانا هلحقك فورا. وانا كمان يا حياتي. قسمة بس بقى، يلا روح اتخمد انت كمان. هتخمد ايه بقى؟ طمني بقى، انا عايز اطمن. رافع راسنا ولا كالعادة كفتة؟ كفتة؟ اطمن، ابوك المهلك. رشدي ما تشيلها بقى يا رشدي. الله بقى حلاوتك يا مرهوش، حلاوتك يا مهلك. خلي عندك بقى. اموت انا وعيد السنة. بس بقى كفاية، بس كفاية. لا والله العظيم عجبتني. بس سلمى. يا بابا يا ابني المحظوظة، العيب برضه ابويا ده. شك شك مرزوقة، تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. اسمعي كده من الاخر، انا بكره هروح للدكتور حمدي، ده راجل صديق العيلة والسطر وغطوا عليا وانا بثق فيه. ها نعم يا حبيبتي، نامي تصبح على خير. ايه يا عم رشدي مش سامع حاجة يعني؟ فين يا ام زمان؟ كانت السرخة بتهد جدران البيت. نام يا حبيبي، نام واستغطى لا تستهوى. نام يا حبيبي، نام يا نونا، نامي نام نام يا نونا. ايه يا عم المهلك، مش موفق ولا ايه؟ ده بجد بقى، وعمال بقى انا الاسد وارفع راسك لفوق. بقولك ايه، ما تيجي تنام جنب احسن، وبالمره تبقى حجه، ابني عمر هنا ومش هينفع اسيبه لوحده وكده يعني، وبالمره ابقى خلعتك بالشياكه. صوتي صوتي بقى، خلي عندك شويه كرامه اكتر. اديني قديمه يا حلو، بأمرت الدكتور حمدي صديق العيله. يا ابن الكلب يا واطي. ايه يا سلمى، ايه يا حبيبتي؟ وبعدين ما انت غلطانه برضو، الولد عنده حق، مش كل حاجه طلاق طلاق طلاق. ايه اللي باينه في بقك دلوقتي؟ بقيت غلطانه يا انكل؟ ده انا مش عارفه اخد نفسي من البنت دي للبنت دي لشغل البيت لمشاكل الاستاذ، وفي الاخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المرايه. الله عنده حق. ايه قصدي؟ جاتو شك في عين ابوه. شفتي كلمه الحق ظهرت الاول؟ كلمه اتقالت في ساعه شيطان مش حاجه يعني يا سلمى. ده انا حاجتين يا انكل بكلمه فيهم بقالي سنه وهو مطنش. اول حاجه ان احنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجه ايه بقى؟ لا بص بقى، انا عايزه افهمك حاجه يا اسماء. ايه اسمك ايه انت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها؟ ما طبعا، ما هو من اللي بشوفه في عشت معاك كده بالكرش ده. شفوتي شفوتي شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ عشان يعكس في الستات والطلعه والنازله، ويمسك انا موبايلي وافتش فيه يقول لي لا طبعا ما تمسكيش موبايلي، وهو يمسك موبايلي عادي جدا. صح؟ اه صح، ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل، الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي، الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه كوبايه ملزقه؟ معلش، ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل، بنات ولا عارف يتعامل معاهم، دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي. مش زودتها، ده انت تخنتها. محدش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عاد انت وطلطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي، انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزم البيت ورجله فوق رقبته، اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي انت ما تزعليش. ها حاضر يا انكل. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر تاني؟ انت تاني؟ عمرك شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله، انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده، ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا، ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وغير. يلا يا صالحها. حلوه البصه دي، خش على المشهد الغرامي. ايه
خلاص خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص. ماشي. تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسة. إيه؟ بتبصي لي ليه؟ هتروح؟ بتقول لك أنت. بتقولي أنا؟ نفسي مرة. مرة أروح أجيب البنات من المدرسة ألاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده أنا. يا ريت افهم بقى. افهم ما يبقاش مخك تخين. علاقة الراجل بالست في الحياة عاملة بالظبط زي الدكتور وعلاقته مع شغله. وهو صغير زيك كده بيبقى ممارس عام. يكبر شوية يبقى أخصائي. أما لما بيوصل لسننا فبيبقى استشاري. ليه أنت واطية؟ صدق إن أنت أوطى. روح روح يا ليلى. روح يا ملك. روح سلموا على طنط وبوسوها. بوسوها من بقها. وهتقولي رقمها. يا ريت. سلمى. ايه ده؟ هاي. هاي. جيف ازيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله اشتقت لك. انا اكتر والله. سوري يا جماعه ما عرفتكوش. جيف على فكره كان مستر لابنن. والله؟ اميره، مريم، روداينا و المدام. سلمى وين اختفيتي من وقت المسابقه؟ عن جد لو ما انت وقت لقيتي لي الحاجات كانت راحت علي. ما قدرت اقول لك ميرسي بس عن جد هلا بقول لك ميرسي ميرسي كثير. كمان يا جيف اتس اوكي ميرسي. عن جد انا مضطر امشي. عن جد فرصه سعيده وعن جد ميرسي. احكيني. اوكي باي. حاضر. ياه سبحان الله شبه احمد خطيبي بالظبط. يا سلام. سلمى ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ انت فين؟ ايه انا موجوده بقالي كتير ولا بشوفك ولا بتتصلي ولا بسمع صوتك خالص. معلش معلش والله غصب عني. لا زعلان منك بقى. مش هتعرفينا؟ سوري. محمد حجازي يا جماعه مدرب بتاعي. واميره انتي. اهلا اميره. مريم. اهلا مريم. روداينا صحابي وكده يعني. وكده ازاي يعني بالنسبه لجوزي اللي اتمنتجت دي؟ لا بس انا عاوز اقول لك حاجه. انت لازم تبتدي ترجعي تلعبي تنس تاني عشان انت بصي تخنتي قوي. ايه يا ابني انت سكران ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انا المدرب بتاعها. انا المدرب بتاعها. في ايه ده؟ مدرب ايه؟ زي اختك. زي اختك. حط ايدك عليها ليه؟ زي اختي. في ايه؟ زي اختي. في ايه؟ ده ضغور بقى. بس على فكره انت مليتي قوي يا ابني. ولا خد يلا. اقف يا ولد. ممكن خلاص بقى يا عمر. خلاص ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يحط ايده عليك بتاع ايه؟ ده غير عادي لما تسلم على الناس وليه يلمسوا ايديك ما يشافوا كده وخلاص. ده غير عادي لما تسلم على الناس وليه يلمسوا ايديك ما يشافوا كده وخلاص. عارف يا عمر اكتر حاجه بحبها في احساسك ايه؟ انك بتاخدني في حضنك بعد اي لحظه حلوه بينا. مش زي بقية الرجالة يتقلبوا كده ويدوا ضهرهم لمراتاتهم. انت بقى اكتر حاجة بتحبها فيا ايه؟ عمر. 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 ايه دي عبيطة؟ ايه دي؟ في ايه؟ في ايه؟ انت متصدقي كده؟ انا بقى بحب فيك كل حاجة. بموت في كل حاجة فيك. عشان انت احن ماما. وأحلى ماما ربنا خلقها. بموت فيك يا زلومة. بس ما بحبش كلمة عندي ظروف دي. سلمى. سلمى. استعبطي. حركات أنا دي يا بنت عيب. سلمى. نمت بجد؟ زي القمر وانت نايمة بتبقي شبه الملايكة. يا حلاوتك وانت بتطبخ ومسيطر كده. يا حلاوتك يا ابيض يا ابيض يا عرسي. ايه القمر ده؟ وحشتيني. ده اعتبر ان دي وانا كمان. تصدق انت فايق ورايق.
انا بعمر لو اني اللي من هناك النبي وال هناك فين بالظبط؟ قومي افتحي الباب. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ابيض؟ ازيك يا عرس يا كبير انت؟ ازيك يا عم اللماضه؟ ازيك يا سلمى؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ دي حته من العيال كبرت مش كده؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه. جاموسه راحت تقابل جاموسه. عيني ملقتهاش جاموسه يا ليلي لا تبقرى يا عيني. ولا لا 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 لا. وايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله لمراتك ده؟ جاموسة ايه وبقرة ايه؟ وايه اللبس اللي انت ملبسه لهم ده؟ انا داخل انام جاتك القرف. شفت؟ ايه يا سلومة يا حبيبتي؟ مالك بقيتي كشارية ليه؟ بنضحك معاكي. يا بنت يا بنت يا بنت. وبعدين اللي انت لابسه على طول ده؟ نفسي اشوف شعرك يا حبيبتي، في ايه يعني؟ ده انا زي جوزك يعني. يا اخي انا مش فاهمة، انت ليه ما طلعتش زي ابوك؟ رزين وعاقل كده، برنس.